وجي معادنا دلوقتي مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف منها ازاي الفنانين بيتعاملوا مع الاكاونتس بتاعتهم على السوشيال ميديا. السوشيال لاب النهارده عن الفنانه الجميله منى زكي اللي بتحتفل بنجاح في المهد الجديد رحله 404 اللي وصلت اجمالي ايراداته في 3 ايام بس ل 3,364,000 جنيه. بيشارك منى زكي محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، والفيلم من تاليف محمد رجاء واخراج هاني خليفه. تعالوا نشوف منى زكي بتعمل ايه على السوشيال ميديا وايه اكتر الابلكيشنز اللي متفاعله عليها. نبدا من الانستغرام. بيتابع منى زكي 8,300,000 فولور، وهي بتتابع 2,687 معظمهم من الوسط الفني وبلوجرز ومصممين ازياء واشهرهم زهير مراد واكاونتس تانيه مهتمه بالامومه والاطفال. طبعا احنا ملاحظين واكيد انتوا كمان ان منى زكي الفتره دي نشيطه جدا في اعمالها الفنيه وحضورها للمهرجانات السينمائيه، وبالتالي ده سبب واضح انها تكون متفاعله بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف تفاصيل صور الانستغرام عند منى زكي. منى زكي نشرت حوالي 529 صوره وفيديو. الصور كلها عباره عن بوسترز لاعمالها ومشاهد لمسلسلاتها وافلامها، وكمان فوتو سيشنز ليها بلوكس متنوعه ومتميزه. صور منى زكي على اغلفه المجلات ليها نصيب كبير جدا على الاكاونت، فلقينا انها نشرت اكثر من 30 صوره ضمن فوتو سيشنز لمجلات عربيه وعالميه، وكمان صور ليها لبراندز خاصه بالبشره، وكمان نشرت اكثر من 100 اطلاله في مناسبات مختلفه. احمد حلمي ومنى زكي وعلاقتهم اللي كلها هزار وحب دايما ليهم حضور جامد على السوشيال ميديا، وخصوصا الفيديوز اللي بينهم اللي دايما بتتصدر السوشيال ميديا، ودايما بيحرصوا ان هم يحضروا كل الفعاليات الفنيه سوا. منى زكي نشرت اكتر من 50 صوره وفيديو بتجمعها بحلمي، وهي دايما بتشجعه وبتدعمه وبتدعم اعماله. من الانستغرام نروح للتيك توك. بيتابع منى زكي 1,100,000 فولور وحققت 1,200,000 لايك، وبتتابع 194 اكاونت على التيك توك، واخر فيديو نشرته اعلان فيلم رحله 404 وحقق مشاهدات عاليه. وبكده نكون خلصنا فقره السوشيال لاب وعرفنا منى زكي بتتفاعل قد ايه على السوشيال ميديا.